عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اختكم بنا، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب جميع الاخوات والاخوان اللي انضموا للقناة ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على لي كومونتير الزوينين ديالكم، بزاف 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 كنموت عليكم، كنشكركم بزاف صراحة. اي حاجة قلت لكم ما تكفينيش حقكم، لانكم تخليو دي كومونتير لي زوينين بزاف اللي كيشجعوني نوض، واخا نكون مريضة واخا نكون سالية، نوض ونتقاط ونشمر على يدياتي وندير لكم وصفات ديالكم الطبيعية اللي ديجا معوضاكم عليكم، ديجا معوضاكم عليهم اختكم لبنى ديما بالوصفات الطبيعية اللي فريمون تعطينا واحد القوة وواحد المتانة وواحد الصحة وزوين بزاف. طولت حيت فريمون انا تعجبوني بزاف، لان علاش ما كيضروناش وكيعطيونا طاقه ايجابيه وكيعطيونا شي حوايج كلهم ايجابيين، دونك علاش ما يعجبونيش وعلاش ما كنكونش فرحانه؟ ديما خصكم تجيب لكم الوصفات وكتجيب لكم الهموز وكتجيب لكم، دابا غنبقى معكم ان شاء الله وصفه همزه وقريب نجيب لكم واحد المسابقه اللي فريمون زوينه بزاف بزاف بزاف. انتظروني قريبا باذن الله، فيها شي حوايج زوينين، فيها كريمات، فيها مهم ما نحرقلكمش المفاجاه، خليو المفاجاه من بعد. كما قلت لكم الاخت ديالكم لبنى ديما الجديد عندها وديما شي حوايج زوينين. بغيت نقول لك انتيا ولا انت هاد الوصفه ديال هاد النهار مصالحه ماشي غير البنات والدراري. وقبل ما ننسى بغيت نقول لكم الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما تنساش تضبطي لتحت وتلقاي واحد الصابوني رديها ابوني، تلقاي بالاحمر رديها بالكري، ودقي الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديال اختكم ان شاء الله يا ربي. وانا يا رهن الاشاره ديالكم، واي حاجه بغيتوها ها انا معكم فيها. خليوا لي الكومونتير ديالكم كاملين، والناس اللي كيسولوني على الانستغرام ديالي قدر القوه هنا يطلقوا هنا، ولا نكتبوا لكم اللي هو بدراوي تيلي بالويت جمالي في صحتي سي سيو، تلقاوه في الانست في في لاباندافو في لاباغدانفو اللي هو صندوق الوصف، تلقاوه تحت هو ولا الفيسبوك اللي هو لبنى الرئيس لبنى، والانستغرام بدراوي تيلي بالويت جمالي في صحتي. شي حاجه زوينه بغيت نتشاور معكم البنات قبل ما نبدا الوصفه. بزاف الناس كيقولوا لي كتجينا كبيره باش نكتبوها ما كنخرجلناش، واش عطوني واش مساعدين نبدلو السميه ديال الانستغرام، نخلي ارضها حتى هي بحال القناه بدراوي لبنى بدراوي ولا بدراوي لبنى، المهم شوفوا نتوما اللي عجبكم ها انا معكم فيه، خليو لي في صندوق الوصف وها انا معكم ان شاء الله يا ربي. غنبداو الوصفه اللي هي مكبيراش بزاف، بمكونين اثنين فقط، شي حاجه زوينه بزاف. شنو هما؟ خدي ورقه وستيلو باش كتبيهم البنت الاول، نوض هز ورقه وستيلو ما تكونش عاكز وكتب المكونات ديال الوصفه. فريمون البنات عجبني راسي بزاف، لان ديك الوصفه اللي قلت لكم زوينه. واه نسيت قبل ما نبداو الوصفه البنات اللي قالوا لي لبنى شنو كديري بيديك زوينين وبيبدين وبيتزين، دابا نشارك معكم ما كتبش حاجه، غير المهم نشارك معكم العنايه بالايادي والارجل وداكشي 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 زوين 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 والله الا بوغوس الفتوته ايا حوته. فرحانه بكم نتوما والله صافي كنهضر، سمحي لي الصداع راني في الخدمه، انت كون كنهضر في الكاميرا تنشوف قدامي واحد 184 واحد 184 الف كا حدايا كنهضر معاها وكنتعاود معاها، ماشي كنحسبكم بانكم مركب بعادين وكنهضر مع الكاميرا، انا لا كنحسبكم كنهضر معكم قدامي كنتعاود معاكم، داكشي باش كتلقاوني تلقائيه كنهضر ما كن. شوفي اختي الله يخليك، خدي ورقه وستيلو ما عنديش مع تبجاج وتبصيص وتجبد. ما عنديش معاه، عندي يجيكم ان شاء الله يرحم لكم الوالدين. المهم البنات كما قلت لكم اخوات الاخوان ما نطولش عليكم في الهضره بزاف، حنا قلت لك نهضر بزاف اختي ليك اختي خاصني نتعاود معاك اختي. هذه لبنى لا 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 ماشي انا ماشي هادي، انا ماشي هادي، انا هادي. المهم خليكم مني الورقه والسيلو كما قلتو هزتوها خليناها غنكتبو شنو جوج مكونات عندك ما تعذبي، تاخدي السمسم اللي هو جنجلان
وتنقيه وتغسليه وتحطيه على جانب. شوفي شوفي البانك بغيت نموت على جانب. تاخدي واحد الياغورت طبيعي ولا ياغورت نورمال هكا خصني ندير لكم. تاخدي واحد الياغورت ولا واحد دانون الله يخليكم درهم جوج دراهم لا اش ما قديتي وتحطي على جانب. تجي واحد المعلقه كبيره ديال الزنجبيل مطحونه وتخويها في داك دانون تخلطيه مزيان وتاكليه قبل نص ساعه قبل الماكله وردي عليا الخبر. غتولي تاكلي بالولا والتوالا تقادو الوجيه لي هونش. المهم المناطق الانثويه شي حاجه يا سلام طب تولي حويت تولي حوته الكريشه ما كتخرجش. بلا فكرتوني انا خرجت رحت شي الكريشه حيت كان بلس بزاف. بديت واحد السمطه واحد الجيل اللي كنلبسو وواحد الريجيم انا شنو يعطيني انا رجع نقولها لكم. البنات اللي قالوا لي خاصنا وصفه اللي باش نحيدو الكريشه قريب ان شاء الله نحطها لكم. شراكم عارفيني ما كنحطكم حتى شي حاجه قبل ما كنجرب وانا دابا كنجرب ديال الكريشه. هي صراحه بانت لي واحد شويه الجنيبات ولكن مازال ما عطانيش داكشي اللي باغا انايا. دونك كتشوف داكشي اللي عطاتني اللي باغا انا عطاتيه ليا وانا معكم فيها صافي. يلا كملوا الوصفه ديالنا. كناخذوا السمسم وكناخذوا جنجلان اللي هو السمسم. السمسم هو جنجلان والجنجل هو السمسم. الله يحميكم الوالدين. كنقول شنو هو السمسم محشومه وشنو هو الجنجل هو جنجلان غيا كاين البلدي وكاين الرومي اللي خديتيها البنات ماشي مشكل. كناخذوه كنقيوه كنغسلوه ما كنحمروه ما والو كنخليوه يتشمش كنطحنوه في المونيركس تيكولينا بودغ كيطلق لنا داك الزيت ديالو تما فيه خاصك تخدميه بيه وكيعطيك النتيجه جد رائعه ولا اروع والله القسم البنات. هزي واحد المعلقه كبيره وديريها في كاس ديال دانون خلطي مزيان وكليها. كي تقول لي وحنا يوميا كاس ديال دانون اختي خدي غير ديال درهم ما تقوليش شتي درهم ما كايناش. راه دابا الصراحه كلشي اللي ما خدام في الزنقه خدام في دارو اللي غوزو كلشي خدام فيهم. قبطي بيعي بدلي الحوايج اللي بان عندك ودير بهم وصبنيهم حديهم حطهم يتباعوا وانت دخلتي الفلوس. ديما ديري شي حاجه اللي الريسيكلاج ديما خدمو في الريسيكلاج البنات ما رميو حتى شي حاجه. عطيت الله يتقبل ما عطيتش نصبن نحدد نعاود الريسيكلاج ونحطها نبيعها وندخل الفلوس. ما نتسناش الراجل يعطيني ما نتسناش ماما تعطيني ما نتسناش بابا يعطيني. خدمي راسك بيديك مجوجه وانت قالت ما تسناش راجل يعطيك. اختي شوفي خدمي راسك بيديك. انا هذاك الشيء هذا موضوع بوحدو دابا نهضروا عليه ماشي دابا. نكمل لكم كما قلت لكم صافي عادي. كناخذوا الجنجلان كنغسلو كنقيو كنطحنوه كنديروه كناخذوا كويس ديال دانون درهم جوج دراهم اي نوع ديال دانون. كاين اللي كيبقى يحكوا له باش كتقولي بيرلي كتقول له بلا بيرلي حيت كيعجبها بيرلي سي نورمال. انا كناكل بيرلي بزاف كنقول بيرلي. اما شكلات واحد اخرين موجودين اي نوع ما كانش عندك دانون عندك الحليب خذي واحد كاس ديال الحليب ديري فيه واحد معلقه كبيره ديال الجنجلان خلطي مزيان يجيك شكل عصير دوزي في المونيكس وياه كاع مزيان راسك وشربيه نص ساعه قبل الماكله. ما عندناش شي حاجه كثيره البنات شي حاجه اللي عاديه وسهله وتوجدها ولد ولا بنت. هذه هي الوصفه كنتمنى تنال اعجابكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي بارطاج ديالكم. وشكرا لكم على 185 الف كا فريمون شكرا لكم بزاف. مع العلم ما كاينينش هذا ما كنلقاهاش في لي فيديو في ليفي قوم ناقصين ولكن ما عنديش مشكل. انا معكم دقه بدقه ترجعوا داكشي اللي ضاع منا وديجا كنمشات القناه ولا رديناها وتهرسات وداكشي دونك ماشي مشكل البنات. انا معاكم دقه بدقه شويه بشويه ونجيب لكم الهميزات ونجيب لكم شي حاجه زوينه وديما انا معكم وديما انا في يديكم وانتم في يديا ويد وحده ما كتصفقش. اما اللي درنا جديدين كنصفقوا كنصفقوا بهم اللي جبدها اثنين صفقه كنموت عليكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تزابيوش خلو